هنتكلم في الفقرة دي يعني عن رياضة البوتشة زي ما كان كريم يقول لحضراتكم، ومش هتكلم غير يعني انا عارفين حاجة، انا مش هتكلم كتير لان احنا معانا بجد بطلة كلنا سعداء بيها جدا، ومن الابطال اللي بيشرفونا حقيقي، من الابطال اللي بيشرفونا حقيقي. يمكن انا دلوقتي لابسة يعني واحدة من الميداليات، وانا يا ريت الكاميرا تجيب كمان او الكرين يجيب كم الميداليات اللي هي حصلت عليها وشرفت مصر. خلينا نرحب بضيفتنا الجميلة جدا والبطلة صفاء طه، بطلة مصر البوتشة، وهي رسامة بالمناسبة وكمان طالبة اعلام. انتوا هتشوفوا النهارده نموذج ناجح بجد. وخلينا كمان نرحب بضيفنا دكتور محمد بيومي، طبعا المدير الفني لمنتخب مصر للبوتشة. يعني صباح الهنا، صباح النص، صباح الجمال. وهقول لك ايه، والله انت يعني بجد اللي انت محققاه ده حاجه كلنا فرحانين بيكي والله يا صفاء بجد. شكرا لحضرتك. انت اكيد خدتي بالك يا صفاء وانت داخله، طبعا برحب بحضرتك دكتور محمد منور الدنيا، اكيد خدتي بالك من ساعه لما دخلتي الاستوديو واحنا في مرحله الفاصل الناس كلها كانت فرحانه بيكي قد ايه حقيقي يعني. فانت فعلا مفرحانا ومشرفانا وبتعملي حاجه عظيمه قوي يا صفاء. انت بتدي رسائل من غير ما تعملي حاجه يعني، انت بس بتمارسي طبيعتك اللي فيها قدر كبير من التحدي وقدر كبير من فكره ان مفيش عائق ممكن يحوشني على ان انا احقق حلمي. فاحنا بنشكرك، مش بس بنرحب بيكي، بنشكرك كمان على الرسائل اللي انت بتديها لنا كلنا. شكرا ليكي وشكرا على الانجازات اللي انت بتحققيها كل يوم والتاني. منورانا النهارده في 10 الصبح. الله يخليك، شرف لي. بصي بقى هنبدا كده واحده واحده. اولا طبعا دكتور يعني اكيد حضرتك ليك دور كبير جدا برضو يعني مع ابطالنا بتقدمه. حابين نعرف بقى قصه، طبعا صفاء هتحكي لنا هي عن قصتها الشخصيه، بس عايزين نعرف من حضرتك كمان يعني ازاي بتجهز، ازاي بتعد الكواليس اللي بتحصل مع ابطالنا عشان يوصلوا ان ما شاء الله كامل ميداليات، وبالمناسبه ده جزء من يعني ميداليات صفاء. فخلينا نسمع من حضرتك. هي رياضه البوتشه ظهرت في مصر من 2015 تقريبا، ابتديت اتدرب فيها اولاد لان كان عندي مجموعه كبيره من الاولاد شلل دماغي وعقاد حركيه شديده، بيلعبوا العاب كتير يعني سباحه، العاب قوه، كره قدم، بس في اشد انواع الاعاقه دي هي مش لاقي لهم لعبه. فدورت لحد ما لقيت اللعبه دي موجوده على النت ولقيتها بتمارس في الاولمبيات من 1984. فبالفعل ابتديت ادرب الاولاد فيها. يعني من 84 واحنا لسه وصلنا مؤخرا. فالحمد لله يعني نزلت اللعبه. ازاي برضو ده بهزر طبعا، ده هيقفلوا 50 سنه قريب. لو بالفعل في اكتر من 50 دوله بتمارس اللعبه. وبفضل الله ابتديت ادرب الاولاد لحد ما ظهرت للنور مع اشهار الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذو الشلل الدماغي بقياده الدكتور احمد ادم، وابتدينا بالفعل نعمل بطولات للعبه البوتشه. وبفضل الله بدانا اول ما اتشهر الاتحاد في 2018، لعبنا اول بطوله كانت هنا في نادي 6 اكتوبر، وابتدينا دخل فيها 20 لاعب. وصلنا دلوقتي في 23 ل 87 لاعب بيلعبوا لعبه البوتشه. وحققنا انجازات بفضل الله كويسه جدا. سافرنا تونس سنه 2019 وجبنا 3 ميداليات، ذهب وفضه وبرونز. وبعد كده سافرنا في شهر 5/22 جنوب افريقيا في جوهانسبرج البطوله الافريقيه السنه اللي فاتت، وجبنا 2 ذهب وواحده برونز. وسافرنا بولندا في شهر 8، وسافرنا بطوله التحدي في ايطاليا في شهر 9، وكان عندنا بطوله العالم في البرازيل في شهر 12. ودلوقتي احنا في استعداد علشان ان شاء الله ربنا يكرمنا كده عندنا البطوله الافريقيه في القاهره هنا في صاله حسن مصطفى في 6 اكتوبر. في البطوله الافريقيه دي مؤهله لباريس 24 ان شاء الله. حلو جدا. حلو. يعني ان شاء الله ان شاء الله اولادنا بعون الله ذهب كده ان شاء الله للفرق، والزوجي اللي يجيب ذهب يتاهل لباريس 24 ان شاء الله. عظيم. طب صفاء احنا يعني انا مش عايز اسالك سؤال بعينه، انا عايز اسمع منك يعني، عايز اسمع منك. أيوة، انت شخصيا قصتك مع الرياضه وقصتك عموما، تحب تقول لنا ايه عن اللي فات من عمرك ده كله؟ احكي ايه ولا ايه؟ احكي الاهم ثم المهم. احكي اللي انت عايزاه. ايوه، معظم المواهب اللي عندي سواء رسم، كتابه او غيره من وانا صغيره. يمكن الرياضه هي احدث حاجه عرفتها وانا تقريبا في اولى ثانوي. وانا صغيره خالص سواء مثلا ماما وبابا كانوا بيلاحظوا ان انا بمسك القلم ببقي او برجلي وبحاول ان انا ادعبس كده زي الصغيره، او ان انا بقعد الف كده حاجات غريبه وممكن يطلع منها حاجات حلوه بعدين.
فبدات بقى ان انا اتعلم سواء عند مدرسين رسم، اخد ورش، اخد كورسات، اروح مؤتمرات واروح ندوات، حتى ان انا اسمع بس الشعر او انا اتفرج بس على معارض اللوحة ده ممكن بيلهمني وبيخليني. لا 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 صفاء صفاء، انت اللي راسمه العصفوره دي؟ ايوه ببقي. الله عليكي ما شاء الله، بصي يا كريم دي الوان الخشب. واو. بجد ما شاء الله عليك، كملي يا صفاء سامعين. بس كل حاجه ليها حكايه. يعني مثلا الرسم في الاول كنت برسم مع نفسي في البيت وبرجلي اليمين، وبعد كده من حوالي 4 سنين بدات ان انا ارسم ببقي، وقررت بقى ان انا ايه خلاص انا استقريت على الرسم، مش مجرد اي شخبطه وانا صغيره وخلاص. واو. فبدات بقى ان انا اتعلم فعلا بشكل اكاديمي اكتر، ويعني لاحظت ان مستواي بيتحسن، وبدات ان انا اشترك في مسابقات واخد مراكز. انا ممكن اقول لك على حاجه، الرسمه دي يعني ممكن تعمليها على اكبر وتتباع صح؟ هو انا لسه في مرحله التدريب فلسه ما بعتش، بس دي حلوه قوي معموله بشكل بروفيشنال. الحلو ده وانت لسه في مرحله يعني انا ممكن ابقى اول زبون على فكره، انا بكلمك بجد دي عجباني جدا، لو ترسميها لي على اكبر شويه. انا فعلا برسم بقى لوح تانية، في لوح تانية سواء على توال او على خشب سوتكس بالاكريليك، يعني بيبقى حاجه اجمل كده. بتلحقي ترسمي في وسط البطولات اللي كتير اللي بتشاركي فيها والسفريات والحاجات دي كلها، بتلاقي وقت الحقيقه لا برافو عليكي والله. الحقيقه بحاول اوازن يعني دراسه زي ما حضرتك قلت، انا طالبه في اعلام وبرسم وفي رياضه. وانت بتتكلمي يا صفاء بصي انا هودي عمال اللي فاتت ممكن نرجع اللي فاتت شبهي والله. والله العظيم تسلم ايدك بجد حلوه حضرتك احلى هايل والله. لا بجد لا ودقيقه الديتيلز عاملاها صح يعني. لا ما شاء الله لما ده انتاج صفاء وهي في مرحله الهوايه والتدريب اللي هو كده على الماشي بالظبط، فطبيعي جدا ان رياضيا بقى وهي محترفه في الرياضه طبيعي جدا ان هي تجيب الميداليات دي واكتر كمان. برافو عليك يا صفاء. بص دي يا كريم والله حلو قوي، برافو. واو. دي زي 3D فاهم؟ ايوه بس هي الحقيقه. لا بس عايز اسالك حاجه، انت حد علمك ولا ده كله تالنت بس؟ دول احدث رسومات. لا دول تعليم صراحه. يعني الصراحه انا عايزه اوجه تحيه كبيره جدا، هو مدرس بيعلمني فنان تشكيلي، هو مستر اياب، هو الصراحه جهد كبير جدا معايا. كل ده عايزه اقول لحضرتك ان هو اونلاين، يعني هو على زوم. ايوه بالظبط، على زوم من غير اي تدخل من سيادته هو انا بس توجيهات المستر يعني. ما شاء الله عليكي دكتور محمد، حضرتك بتعمل حاجه مهمه قوي وصعبه قوي ومحترمه قوي ومليانه ابعاد انسانيه وغيرها، غير الجانب الرياضي كمان والانجازات والى اخره. بتتعامل ازاي في الملف ده، بتتعامل ازاي مع الشباب والشابات اللي تحت ايدك واللي انت مسؤول عنهم وعن تدريبهم، طريقه التعامل وبطبيعه الحال اكيد في مساحه كبيره للجزء او الشق النفسي في تعاملاتك معاهم، مش كده برضه؟ طبعا اكيد، هو بفضل الله الولاد بيعتبروني يعني اخوهم الكبير، ابوهم الثاني، يعني بفضل الله، لان احنا العلاقه بيننا وبين بعض مش علاقه مدرب بس، لا احنا في ناس موجوده في المنتخب معايا على علاقه بيا اكتر من 13 سنه، ف 13 سنه يعتبر هو متربي معايا لحد ما يعني من اولى ابتدائي مثلا لحد ما خلص يعني في الجامعه بالفعل دلوقتي وهو معايا، فكل حاجه بنعملها مع بعض، بالذات بقى طبعا احنا بنخش معسكرات كثيره جدا مع بعض. الجهاز الفني معايا فيه 2 مدربين و2 مدربات، المدربات للبنات والمدربين للصبيان، احنا بفضل الله بنعتبرهم يعني احنا وحده متكامله، بنعمل كل حاجه ليهم. يعني الولاد عندي شديد الاعاقه بيحتاجوا رعايه متكامله طبعا، من اكل وشرب وكل حاجه طبعا، فكل ده احنا المسؤولين عنهم. فالحمد لله العلاقة قوية جدا بيننا وبين بعض، لو في حد عنده حتى مشكلة بيجي يتكلم فيها وبيحكيها وبنحل المشاكل مع بعضينا، فاحنا بنتعامل كأسرة واحدة، وده اللي بيخلي بفضل الله ان في قوة ترابط بيننا وبين بعض، والامور بنوصل لمستويات كويسة ان شاء الله في التدريب وبالذات في البطولات ان شاء الله. دي صور بقى، انت لفتي العالم بقى، ها شايف انا صور في كل انحاء العالم. يا بختك يعني. طب احكي لنا يا دكتور كده برضو دي صفاء في جنوب افريقيا يا جماعه اللي فاتت، يا ريت
دي كنا في بطوله الافريقيه بجوهانسبرج هنا؟ دي في جوهانسبرج في جنوب افريقيا، وكنا هنا بنتدرب قبل ما نخش على البطوله، فبنلتقط بقى بعض الصور، والصور اللي قبليها برده كانت في الفندق قدام النافوره كده، برده صوره جميله. هنا جدا جميله، الفندق جميلة. هناك وصفاء وجودها في الصوره محليها اكتر واكتر كمان. بالمناسبه برضو عايزين نعرف الناس، لان احنا بنتكلم عن رياضه البوتشا بس ما دخلناش في تفاصيلها ايه، في ناس كتير ممكن تبقى مش عارفه ايه هي، وعايزين كمان نوضح الحكايه دي للناس اللي عندهم اولاد او بنات ممكن جدا يبقوا ابطال مستقبليين في الرياضه دي، وبصفه خاصه الاهالي اللي حاسه ان لا ما يعني هيعملوا ايه، لا ده بيعملوا بدليل وجود صفاء معانا اهو. هو بالفعل يعني انا بشكر قناه الاهلي دي تاني مره نتقابل مع بعض فيها ونتكلم عن رياضه البوتشا وبننشر رياضه. هي الرياضه دي عباره عن كور حمراء وزرقاء وكره الجاك اللي هي كره الهدف اللي بيتصوب عليها، هم كلهم ليهم وزن واحد ومقياس واحد، الوزن 275 جرام موجب او سالب 12 جرام، والمحيط بتاعها 270 مللي موجب او سالب 8 مللي. الحاجات دي المفروض ان اللعب بتتلعب فردي، زي مثلا قاعد انا وصفاء في ملعب طوله 12 متر ونص في 6 متر، فدايما اللاعب اللي على اليمين بيبقى هو الاحمر وانا ببقى الازرق، معايا ست كور حمراء وست كور زرقاء، وبيلعب الجاك اللي هو الكره البيضاء. الهدف بقى التصويب على الجاك، فهي مزيج ما بين البولينج والبلياردو. ازاي انا اقدر اصوت او يمكن هنا في شويه توضيح بالظبط. هنا كره الجاك اهي الكره البيضه، وبعد كده الكره الزرقاء هي القريبه من ايه، من الجاك. فالاحمر بيبتدي يلعب يحاول يقرب هو من الجاك، الحكم بيبص بعد كل كره من اللاعب لما بيلعبها يشوف بالمتر او بالبرجل او بيقيس المسافه يشوف مين الاقرب، لو طلع الاحمر هو الاقرب يبقى الازرق هو اللي يلعب، لو طلع العكس يبقى الاحمر هو اللي يلعب. فبنبتدي بقى هكذا نفضل بقى لحد ما الكور تخلص. فالحكم بتحصل العقده في نهايه المباراه، بيبتدي يبص الحكم ويشوف مين الاقرب للجاك، لو كره واحده مثلا هنا زرقاء وفيها حواليها ست كور حمراء يبقى النتيجه 1-0 للازرق. أوكي. لو كورتين زرق يبقى 2-0 وهكذا لحد ما بتوصل اعلى سكور 6 في الشوط. والمباراه 6 اشواط، اربع اشواط، الاربع اشواط دول بنجمع النهايات بتاعتهم وبنطلع الفائز. صفاء بقى بتكسر السكور، بتكسر الدنيا. بتجيب السكور كله. طبعا يا صفاء، طبعا زي ما حضرتك شايف كده من اول ما شاركت معانا كنا في الاول خالص كان في القانون مزيج ما بين البنين والبنات، يعني يلعبوا بعض عادي. فهي كانت بتلعب مع البنين وكانت بتكسبهم وتاخد ميداليات عليهم كمان. وبعد كده ابتدت دول زمايلها طبعا في المنتخب وفي اللعب، وبعد كده بقى دلوقتي القانون ان البنات لوحدهم والبنين لوحدهم. أوكي. العدد يمكن زاد مثلا. العدد زاد والقانون الدولي اصلا اتغير، خلى البنين ليهم بطوله لوحدهم والبنات ليهم بطوله لوحدهم، فابتدى بالفعل تاخد على طول بقى تطلع الاولى على كل البنات اللي موجوده وتكسب. وهنا بقى هنا في جنوب افريقيا برضو الصور بتاعتنا هناك، وده المنتخب بتاعنا ابطال بقى ان شاء الله المستقبل على حسب الكلاسات بتاعت كل فرقه. ده الاتحاد هو اللي بيتكفل بكل حاجه عشان برضو النقطه تبقى واضحه يعني. طبعا المعسكرات والسفر والاقامه كل ده الاتحاد هو اللي بيتكفل. الاتحاد ووزاره الشباب والرياضه. انتوا مدعومين بما يكفي؟ هو وزاره الشباب والرياضه هي بصراحه اللي دعمانا بما يكفي بكل حاجه، التذاكر الطيران، السفر، الاقامه، اشتراك البطولات، كل ده وزاره الشباب والرياضه. برضو احنا بنتكلم على رياضه متطلباتها استثنائيه بقدر استثنائيه لاعبتها يعني طبعا، فاكيد ليهم يعني طلبات خاصه واستعدادات خاصه، فدي بطبيعه الحال معناها ان الميزانيه ممكن تبقى صح ازيد شويه من غيرها من الرياضات. هي بالنسبه مثلا هديك مثال الادوات بتاعتنا. يعني مثلا لو رجعنا الصوره اللي فيها المنحدر بتاع صفاء بتاع الرامب ده والكور، الكور دي غاليه جدا. يعني احنا لما جبنا الكور الاصليه جبناها من جنوب افريقيا السنه اللي فاتت جبناها ب 420 دولار الطقم اللي فيه 13 كوره. الكور الكويسه جدا في كوريا ب 1200 دولار الطقم الواحد. وده الكور بس؟ ما تكلمناش عن بقيه التجهيزات او الكراسي بالزبط اللي بتستخدم. والرامب مثلا اللي هم بيلعبوا عليه الحالات اصعب حالات الاعاقه اللي هي زي صفاء او ارتخاء كامل في العضلات، ده بيستخدم رامب، الرامب ده بيوصل 58,000 جنيه. احنا برضو استوردنا والاتحاد والوزاره جابوا لنا اربع رامبات علشان خاطر الاولاد يشاركوا بيهم في البطولات الدوليه. فطبعا دي حاجه طبعا كويسه جدا وبنشكر عليها الاتحاد وبنشكر عليها الوزاره ان هم دعمونا بالحاجات دي. وان شاء الله كمان عرفت ان في بطوله افريقيا اللي جايه دي ان شاء الله هيدعمونا باكتر، لان الفريق دلوقتي في البطوله اللي جايه دي 10 لاعبين.
يعني انا معايا 10 لاعبين، ال 10 لاعبين دول انا بلعب بيهم فردي وبلعب بيهم زوجي وفرق، لان اللعبه بتتقسم لاربع كلاسات على حسب التصنيف الطبي لكل لاعب. فانا عندي بي سي 1 دول شلل دماغي وبيكون اعاقتهم شديده ومستوى العضلات او التشنج العضلي اللي موجود عندهم قوي، فرميته حتى للكوره ما بيقدرش يرميها لبعيد جدا توصل ل 12 متر ونص، وبيحتاج كمان مساعد يقف وراه يديله الكوره، وكمان لو هو ما بيقدرش يلعب الكوره بايديه بيلعب الكوره برجليه، بيصوب برجليه ويشوط الكوره برجليه، فلازم مساعد يحط له الكوره قدام رجليه ويصوب. بعد كده في بي سي 2 ده بيكون احسن شويه، مش محتاج مساعد، بيقدر ان هو يلتقط الكوره، بيقدر ان هو يمرجح ايديه كويس ويصوب الكوره بالاتجاهات، وده ما بيحتاجش اي مساعد ليه. بعد كده عندي بي سي 4 ده بتكون اعاقات اخرى، اعاقات اخرى زي اعاقات صفاء كده او ضمور في العضلات، ان هو مش شلل دماغي. ودول بيقدروا يلعبوا الكوره افضل. عندي مثلا ده اللي هو بي سي 4. في عندي بقى اصعب اعاقه اللي هي بي سي 3، اللي هي اصعب اعاقه زي ايه؟ زي صفاء او شلل دماغي. حاله صفاء هي ايه؟ الجسم كله تصلبي، فما بيقدرش يستخدم ايديها ولا رجليها، فبنجيب زي طوق وبنطلع منه اريا. احنا شفنا الصوره ليه فعلا. هي كل الفكره بقى هي بشغل دماغي، اللعبه بتاعتنا هي لعبه دماغ اول هي اصلا ما شاء الله صفاء مش باين ان هي ذكيه، بسم الله ما شاء الله، يعني رسامه واعلام. لسه هنيجي لحته المذيعه دلوقتي بس لما الدكتور يخلص. لان اللعبه بتاعتنا بتحتاج لايه؟ كل ما انت بتقدر في موقف لعب قدامك وانت بشطارتك ازاي تخرج من الموقف بتاع اللعب ده لصالحك. اهو ده الرامب اللي حضرتك بقول لك عليه، وده الرامب اللي هو الخشب ده يعني. بالظبط كده. فطبعا عشان خاطر بقى ابتدي ان انا احط، هي بتطلب مني كمساعد، يعني المساعد هنا بيقول لها، بتقول له هي وجه لي الرامب شمال يمين، حطوا لي في الاتجاه اللي انا عايزه، وبعد كده حط لي الكوره في الارتفاع اللي هي عايزاه برضه. لان لو اتحطت في الارتفاع العالي الكوره هتروح ايه؟ هتروح لمسافات بعيده. لو اتحطت في هي بقى اللي بتحدد، هي اللي فهي دي التك التريك يعني، التريك في الاتجاه والتحديد. كويس قوي. فهي كده عايزه، هي عارفه تعمل ايه، هل هي هتلعب على الجاك على طول وتلزق في الجاك، ولا هي عايزه تقرب كره بتاعتها مثلا ولتكن الحمراء تخبطها في الحمراء، يعني كره حمراء نازله من الرمب هتخبط كره حمراء تروح على الجاك، ولا هتخبط كره زرقاء تبعدها عن الجاك. فهنا الفكر بقى بيبتدي كل لاعب على حسب مستواه وعلى حسب فكره. ليه؟ علشان اقدر اكسب في كل شوط اكبر عدد من النقاط. حلو جدا جدا. طيب بصي بقى يا صفاء، اتكلمنا عن الرسم والرياضه وهنرجع لها تاني، بس عايزه اروح معاكي اللي لازم كنت بقول لك ليه، الجزء بقى الاعلام. انت اصلا بتدرسي في كليه اعلام صح كده؟ حلو. طب قولي لنا، نفسك تبقي مذيعه، نفسك لما تبقي ان شاء الله اعلاميه كبيره، ايه النوع اللي انت عايزه تقدميه، رياضه ولا فن ولا سياسه ولا ايه؟ وانا اصلا من صغري وانا عايزه اطلع مذيعه زي ده، يعني داخله اعلام عشان ادخل ان شاء الله قسم اذاعه وتلفزيون. اهتم بايه بالذات؟ اهتم بمجال ذوي الهمم والمجال الاجتماعي، هما المجالين دول. برنامج اجتماعي يعني؟ ايوه بالظبط. انا عايزه يا اما ان انا امس قلب ذوي الهمم واهاليهم، وان انا اثر فيهم، وان انا احل مشاكلهم واوصل صوتهم وطلباتهم وانجازاتهم طبعا، والناس تعرفهم وتعرف ازاي تتعامل معاهم، وان انا كمان عامه المجتمع عامه ان انا برضو احاول ان انا اصلح القضايا الاجتماعيه. انا مثلا في قناتي على اليوتيوب عملت فعلا برنامج اجتماعي، كنت بتكلم عن اطفال الشوارع، عن ذوي الهمم، الثقه بالنفس، الاكتئاب، القلق، الاصدقاء، حاجات كتير قوي. عندك يعني تشانل وفيها فولورز او سبسكرايبرز؟ ايوه بالظبط بالظبط. شاطر. طب على صعيد التاثير، انت بتقولي نفسي اثر في الناس، خليكي عارفه ان انت مبدئيا لغايه لما ان شاء الله ربنا يكتبها لك كده وتحققي كل احلامك وتبقي اعلاميه زميله نفخر بيها كلنا، خليكي عارفه ان انت لغايه لما ده يحصل انت بالفعل مأثره في الناس. يعني انت مش لسه هتأثري، انت مؤثره بالفعل. وعلى فكره الكلمتين دول مش بقولهم لك على سبيل المجامله، ده انت الناس المنافسين بيشتكوا منك كلهم، بيقول لك كل بطوله بتشارك فيها صفاء مش عارفين نكسب، بتاخد هي كل الميداليات. انت مؤثره بالفعل يا صفاء، وربنا يكتب لك كل اللي انت بتحلمي بيه ان شاء الله. شكرا لحضرتك، ربنا يخليك. طيب دكتور محمد، بتبقوا ماشيين طبقا لخطط معينه موضوعه ومراعين فيها ان انتوا عندكم بطولات بعينها هتشاركوا فيها الفتره اللي جايه، وبالتالي احنا لينا طلبات كذا كذا عشان الاستعدادات بتاعتنا، يعني كيفيه التواصل ما بينكم وبين الاتحاد، ونوع المعوقات اللي انتوا
اضطريتوا تخوضوا فيها الفتره الاخيره وذللتوها بدليل النجاحات اللي صفاء وغيرها محققها؟ هو بفضل الله احنا طبعا في خطط محطوطه، لان احنا بينزل لنا الرانك كده بتاع البطولات كلها بتاع الموسم كله، فبنبتدي نحدد البطولات اللي احنا هنشارك فيها. فاحنا المفروض عندنا البطوله الافريقيه في اجنده معينه بالظبط كده. فاحنا بنبتدي نحط البطولات اللي احنا هنشارك فيها. ابتدينا بالفعل عندنا البطوله الافريقيه دي، ودي مهمه جدا بمشاركه 8 دول هيجوا لنا مصر هنا وكلهم افريقيا عشان خاطر نبتدي. وحتى الاتحاد عمل برضو حاجات كويسه جدا على هامش البطوله دي، دوره تدريب دوليه معتمده من البيسفيد، ودوره تحكيم دوليه، ودوره تصنيف دوليه. كويس قوي ان ده بيحصل. طبعا دي طبعا نقطه كويسه جدا، لان طبعا المدربين والناس كلها اللي موجودين في مصر محتاجين التاهيلات دي كلها علشان نقدر نصنف الولاد كويس وندرب كويس ويبقى عندنا قاعده تحكيم دوليه كويسه جدا تاهلنا ان احنا نعمل بطولات كويسه، وبالتالي ده هيفيد اللاعبين الدوليين عندنا علشان خاطر يقدروا يحققوا ميداليات دوليه كويسه جدا. عندنا بعد كده ان شاء الله في بطوله في اليونان في شهر 10، ربنا يكرم يا رب. انا بديهم امل للعيبه طبعا بتوعي العشره دول، قلت لهم ذهب ان شاء الله في افريقيا، اوعدكم ان انتم معايا في اليونان والبارالمبياد بعد كده. بارالمبياد باريس ان شاء الله. فطبعا دي هتبقى خطوات لباريس ان شاء الله. هتشارك فيها ان شاء الله صفاء ولا لسه في بطولات قبل يعني مؤهله قبلها؟ لا، هي البطوله اللي بتاعتنا اخر بطوله هتتلعب البطوله الافريقيه. لان الاتحاد الدولي بيعمل زي مثلا البطوله الامريكتين، اوروبا، اسيا، كل دي بطولات مؤهله للدورات البارالمبيه بالظبط، اللي هي الفرق والزوجي. لكن الفردي بيطلع عن طريق الرانك بتاع اللاعب، كل واحد على حسب الرانك بتاعه هو موجود فين في الرانك بتاعه، بياخد عدد معين من الرانك الدولي، هم دول اللي بيلعبوا فردي. بس برضو اللي هيسافر زوجي ويلعب زوجي وفرق هيلعب في الفردي، ففرصة كبيرة جدا ان هو لما يكسب في الزوجي والفرق هيلعب برضو فردي. فطبعا دي هتبقى نقطة ان هو حط اسمه وخط اسمه على ايه، على اول خطوة. ودي اول مشاركة لينا تعتبر في اول خطوة لباريس يعني، فطبعا مش عايزين نضيعها. طبعا لازم تركيز كامل، لان بعد كده ما فيش بقى خلاص هتيجي البارالمبيكس او بارالمبياد باريس، فعايزين بقى يعني تركيز. هنستنى بقى 28 صفاء هتولع الدنيا في الدوره البارالمبيه ان شاء الله. صفاء عايزه اروح معاكي برده النقطه، لان لازم نبقى عارفين انت مين من اهلك بقى دايما بيبقى حريص ان هو يشجعك يكون موجود معاكي يسافر معاكي، يعني خلينا نعرف اكتر عنك عن اهلك، اكيد اتفرجوا علينا دلوقتي برده. هو اكيد ماما معايا على طول في المعسكر وفي السفر، تقريبا ملازماني معظم الوقت. غير بقى لما بيكون في امتحانات او حضور في الكليه بيتزامن مع التمرينات، فبابا برضو بيوصلني من المعسكر للكليه ومن الكليه للمعسكر، فبيبقى جهد ووقت علينا احنا الثلاثه. غير طبعا تشجيع بقى اخواتي وصحابي، ويعني مستنيين مني الدعم كله موجود، يعني عندك دعم كامل. دي نقطه مهمه جدا. فرحانين بيكي بقى لما بتجيبي ميداليات؟ بيبقوا فرحانين بيكي طبعا صح؟ ايوه بالظبط، يعني اصلا صحابي اللي هو يقولوا ايه البوتشه دي، واقعد بقى اشرح لهم يقولوا ايه ده جبتي دهب، فحاجه بتبسطني قوي. طبعا محمد حضرتك كنت بتوصف من شويه حاله صفاء بانها حاله صعبه، لكن الحقيقه صفاء شخصيه اثبتت ان جميله شخصيتك كده برضه. طبعا حقيقي يعني لما بنقول كلمه بطله لا هي مجامله ولا هي مبالغه، هي كلمه في محلها تماما. يعني صفاء من مواقف، كنت انا في الفندق، احنا معسكرين من 1/3 في صاله حسن مصطفى اللي هتقام فيها البطوله، ودي برضه حاجه كويسه جدا علشان خاطر الاولاد ياخدوا على اجواء الصاله طبعاً. وياخدوا على اجواء الملعب، ويبقوا حافظين حاجات كتير في الصاله يعني. فاعدي مثلا الساعه 11 الاقي صفاء بره الاوضه وبتذاكر. يا صفاء بذاكر بعد التمرين، عندي امتحان بكره ولازم. فطبعا انا بصراحه ببقى مستعجب، لان انا عامل تكثيف جامد جدا للتدريب. يعني تخيل حضرتك انا عامل لهم مثلا محاضرات نظري من الساعه 10:30 لواحده، ده تحليل مباريات ونظري في القانون، عشان اهم حاجه يبقى عارف القانون كويس عشان ما يخطاش، لان اللعبه هي بسيطه بس ابسط الامور لو احنا مثلا الخطوط بتاعه الملعب نفسها اي اداه جت عليها اتحسبت ضربه جزاء على اللاعب واتسحبت الكوره بتاعته. ففي قوانين كتيره واخطاء كتيره ممكن يقع فيها اللاعب، زائد محتاجين سرعه لان كل لاعب ملتزم بتايم معين لازم يكون الكور بتاعته كلها خلصت. فالتدريب صعب وتقيل عليهم، يعني بمرن نظري وبعد كده اديهم عملي من 1 لـ3، يا دوبك يطلع يتغدى وبعد كده ينزل يوم كامل. وبعد كده تمرين تاني من 7 لـ9:30 بالليل،
طب دكتور محمد برضو ادينا فكره عن بقيه المنتخب عندنا، يعني غير صفاء مين تاني عندنا ككوادر؟ يعني هل في اعمار مختلفه، مهن مختلفه، منهم اللي بيشتغل او بيدرس برضو؟ المستويات برضو خلينا نتكلم، ده مهم نتطرق ليها، المستويات الماديه، لان ممكن تلاقي ناس غير مقتدره ماديا فهي عايشه من بس مشاركتها ومن الرياضه. خلينا نعرف عن يعني اشرح لنا كده بالصور يا ريت. ده الاستاذ محمود نووي، ده من المنوفيه وشغال في مدرسه في المنوفيه وعنده حوالي 45 سنه وراجل بسم الله ما شاء الله داخل اللعبه يعني معانا في بطولتين فاتوا واثبت وجوده، وده في الطبيه بي سي فور. هايل. مين تاني معانا؟ دي هناء برضو، دي من المنوفيه برضو وكوادر جديده جت عندنا، دخلت برضو البطوله معايا بقالها، دخلت بطولتين معايا وحققت فيهم مراكز متقدمه ودخلت معايا المنتخب، ودي برضو فيت بي سي فور. هي دي بتبقى اعاقات يعني ممكن من الولاده ولا ممكن تكون جايه من حادث او حاجه؟ على حسب نوع الاعاقه، بس الحالات دي بتبقى حاله بعد كده يعني لاحقا. بس اهم حاجه ان مقياس العضلات بتاعهم بيوصل لاقل من 4، يعني لازم يكون 3، يعني العضلات مقياسها من 1 لـ5. اللي بيقدر يرفع ايده لحد هنا كده بيبقى كده مستواه 3، لو رفع ايده اكتر يبقى كده عدى الـ4 في قوه في العضلات. كويس. فده نبيل مثلا، نبيل عويس ملقب بساحر البوتشا، شارك معانا في بطولات جنوب افريقيا وبولندا وايطاليا، ولعيب مخضرم يعني في البوتشا، وان شاء الله نتوقع له ان شاء الله. كم سنه؟ شكله كبير شويه. نبيل 49 سنه ما شاء الله، يعني الاعمار الايدج الايدج مفتوح عندنا يعني. دي الدكتوره تسنيم ما شاء الله، قمر برضو. دكتوره تسنيم دي لعيبه برضو، احدث حد دخل معانا في المنتخب. دي شديده الاعاقه، الثلاث اطراف عندها، الاربع اطراف طبعا فيهم تاثير، بس في ثلاثه تاثير شديد جدا، ايد واحده هي اللي شغاله شويه اللي بترمي بيها، وكلاس بي سي 1. ودي دكتورة تحاليل ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ذكية جدا، بتستوعب المعلومات اللي احنا بنقولها، بتنفذ المطلوب منها، فتعتبر الإعاقة ولادة ولا ولادة؟ شلل دماغي. شلل دماغي، ربنا يشفيهم جميعا يا رب. أحمد ممدوح ده معانا برضو، ده كان طالب في كلية هندسة. بس ما شاء الله انت سامع طب هندسه، بس ده سرحان في التفصيل دي يعني، بالنسبه لي ما شاء الله تفوق رياضي وتفوق اكاديمي ودراسي، حاجه عظيمه جدا حقيقي يعني. ده كان يعني كان في رابعه كليه وكان من الاوائل على الدفعه، بعد كده حصل له زي مشكله كده، المخ ابتدى يفرز ماده نحاسيه بتاكل في الدماغ، فعملت له ضمور شامل في العضله. ده بتحصل للواحد في كم تخلي. سبحان الله. مين تاني؟ مين عندنا تاني يا جماعه؟ لو في صور، هو دي الصور اللي معانا، لو حضرتك حابب يعني احنا قدامنا دقيقتين تقريبا، لو حابب تتكلم عن في معانا برضو عبد الرحمن، ده كلاس بي سي 3 زي صفاء، ده كان بطل برضو في افريقيا اللي فاتت، جاب ذهب وربنا كرمه، مسافر البرازيل، شارك في بطوله البرازيل وربنا يكرمه ان شاء الله في البطوله دي برضو ويحقق مركز كويس. معانا برضو سمير عبد المعز، عبد الرحمن ده في الثالثه تجاره. عندنا سمير عبد المعز ده موظف في وزاره الشباب والرياضه. حلو. وبرده ده ضمور شامل في العضلات، مفيش اي حاجه خالص بيقدر يعملها، ده برده كلاس بي سي 3 وكان معانا برده في افريقيا، وان شاء الله نتمنى له التوفيق في البطوله اللي جايه. هو دكتور كويس. محمد اللي بيراعي ابطالنا وهم مسافرين وكده بيبقوا اهاليهم، ولا حضرتك الاتحاد بيبقى موفر لهم ناس تساعد يعني لو في ضمور كامل او شلل كامل يعني؟ الجهاز الفني اللي معايا بالفعل، احنا هو فضل انا ومعايا 4 تانيين وفي اداري، الـ4 التانيين دول بنتين وولدين. اوكي. الدكتوره صفوة عبد الحق والدكتوره ايه علاء الدين، دول مخصصين للبنات، ومعايا الدكتور مصطفى محمود ودكتور احمد صلاح، دول برضو مخصصين للصبيان. طبعا العدد 10 مثلا واحنا في معسكر بتبقى الموضوع كبير جدا، ففي بعض الاهالي بتيجي تساعدنا واحنا في مصر، لكن بره مصر الموضوع كله بيبقى علينا. كل التحيه الحقيقه والتقدير لكل الاجهزه الفنيه والاداريه ولحضرتك ولكل اللعيبه، سواء اللي شفنا صورهم او اللي ما كانش معانا صور ليهم، الكل يستحق كل التحيه والتقدير الحقيقه، يعني حضراتكم بتعملوا حاجه محترمه جدا جدا جدا. نورتونا صفاء، هستناكي تبقي
زميله. انت عندك حلم وحققيه، مفيش حاجه خالص يعني، مش انا اللي هقول لك الكلام ده، الكلام ده انت اللي هتعلميه لنا. بس دايما اللي عنده حلم ما خليش حاجه توقفه، اللي عنده حلم مفيش حاجه توقفه. واكبر امثله قلنا لحضراتكم قبل كده لما حد بيكون عنده يعني بعض المشاكل، هنقول اللي هي مش بايده خلاص يعني، بنقول الحمد لله على كل شيء، لكن ده ما بيوقفكش، لان اكيد ربنا في الاول وفي الاخر مش بيبقى خالق حاجه او حد عايز ان هو يبقى اداله حياه عشان حياته تبقى واقفه، ابدا. لازم بيبقى في كده مقياس للصبر، مقياس للاراده. واكبر مثال زي ما حضراتكم شايفين طبعا صفاء بطلتنا الكبيره، اللي دول اللي احنا دايما بنتكلم وبنقول هم اللي بيسافروا يرفعوا اسم مصر في المحافل الدوليه. يعني دي حاجه كبيره قوي ان انا ارفع اسم بلدي في محافل دوليه. بالتوفيق يا صفاء في اللي جاي، وان شاء الله تشرفونا في البارالمبياد في باريس ان شاء الله. نورتنا يا استاذ محمد ونورتي الدنيا كلها يا صفاء، مش بس البرنامج، نورتي منطقه 6 اكتوبر. نشكركم على وجودكم معانا النهارده، نورتونا. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، اتفضل.